مربى فراولة، شغل البيت ولا أحلى. أول شيء نجيب الفراولة ونحاول ننظفها، وتالي راح نجيبهم وننزل عليهم الماي على أساس نبتدي ننظفهم بعد زيادة، ونتأكد أن الفراولة تكون نظيفة 100%. الحين راح نقطعهم مربعات ونحط عليهم كوب شكر وعلى نار خفيفة حيل. بعد 10 دقائق راح يطلع معانا هذا الماي اللي تشوفونه، هم عطوها بعد شوية 10 دقائق ل 20 دقيقة راح تصير بهذا القوام اللي انت تشوفونه. وتالي ننزلها في الكوب على أساس بجيب الخلاطة مالتي وبخلط منها بس شوية، أو التماسك اللي انتو يعجبكم بالخلاطة الكهربائية هذه يدوية أو العادية. الحين راح ننزلها في البرطمان، شوفوا معي تماسك، يا سلام. وهذه هي طريقة مربى الفراولة، ما في أسهل منها، مكونين سكر وفراولة، وبالعافية.